العيد عنده في الأذر تذشق فيه ثم لم ينتقل. وعندنا للعبد كسب كلف ولم يكن مؤثرا فلتعرفا. يكباسي سعادة الشقاء والذكر دوباسي كسب عبد الذكر. السعادة والشقاوة مقدران في الأزل. سعادة الشقاوة تقدير بون لأزل ده. تقدير كراون لأزل ده. قوله فوز السعيد عنده في الأزل. فوز مبتدأ وفي الأزل متعلق بمحذوف خبر. بمحذوف خبر. والظرف المضاف للضمير العائد على الله تعالى متعلق بمحذوف حال. والتقدير تقدير كشي أويا فوز مبتدايا يعني سعادة إنسان سعيد إنسان خوشبخ لأزلد لا يخدا هبوا يعني لا أزلد لعلم خداي دا سعادتي بي تقدير بوا. فوز مبتدايا في الأزلي تعلق دا بسيط با سابسونيكي محذوف في الأزلي دا بتا خبر عنده الزرفة عنده كزرفك إذا فكر وقولي زميرك كأو زميريش قولي خداي راجع دا بتوا عنده تعلق دا بسيط با ثابتنا محذوفك وحالة ثانيا حالة تقدير كده بتسي تقدير كده بتا والتقدير فوز السعيد مقدر في الأزل حال كونه سابقا عنده تعالى أي في علمه تقدير كلامك أوادبت خوشبختي إنساني سعادة من سعادة إنساني خوشبخت لأزل دا تقدير كراوة جحالي أو خوشبختي وايا وفيش كوتوا للاي خداي يعني وفيش كوتوا لعلم خداي دا للاي خداي يعني لعلم خداي دا فالمراد من العندية العلم فالمراد لعندية علمة لا لكن خداي وفيش كوتوا سعادتي وإنسان خوشبختي يعني لعلم خداي دا وفيش كوتوا سعادتي سعادتي وإنسان خوشبختة العلم خداي دا ثابت بوا فالفوز مبتدايا في الأزلي خبركيتي ولي في الأزلي تعلق دا بستربا مقدروني في محذوف فوز السعيدي مقدر في الأزلي عندهش حالة والفوز النجاة والظفر بالخير فوزش بمعنى نجاة فيدا كردن ودس فيدا كردن باشتباش كما في القاموس وكل كتاب قاموس ذاته أزل بكذرا والأزل عبارة عن عدم الأولية أو عن استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية في جانب الماضي أزل عبارة لنبون أوليات ين أزل عبارة لبردوانبون الوجود لزمان هايكي فرض كراوي بنهايه دا لجانبي ماضي و لجانبي گذشتو استمرار وجود هبوني وجود لزمان هايكي فرض كراوي بنهايه دا لجانبي گذشتو و دا لزمان هايكي فرض كراو چونكو لا ازل دا خواستن زمان نبوه ونيا وانما قلنا مقدره بو يقسم أزل باستمرار وجود دكتريد لا زمن هاي كفار سكراودا لجانب بذشتوا شنكو لأنه لا أزمنة في الأزل شن لا أزل دا هيتش تيغ نبو هيتش أزمنة كيش نبو دا أزل دا فهي مقدرة لا محققة فزقوابل أو أزمنة شتيكي فار سكراوة شتيكي فارضية نك شتيكي موجود بوبيت حالي بيتونا أو أزمنة كوجود دوين استمراري بوا لا أزمنة كذا أو أزمنة شتيكي فرض كراوة فرضي دفين وإلا فقط
خدا وجودی هبو هیچ ازمینه و هیچ شتێک لە ئەزەلدا نەبووە لەگەڵ خدای. خالی بوون چۆنە؟ پس سەعادەتی ئینسانی خۆشبەخت لە علمی خدایدا نوسراوە. شقاوەتی ئینسانی بەدبەختی لە علمی خدایدا هەر نوسراوە لە ئەزەلدا. لە ئەزەلدا هەبووە. أو مذهب أشعرية ثانية. وقوله كذا الشقي أي شقاؤه عنده في الأزل مثل فوز السعيد بدبختي إنساني بدبخت للاي خداي هب ولا أزل دا وكو خوشبختي إنساني خوشبخت فليس كل من فوز السعيد وشقاء الشقي باعتبار الوصف القائم به في الحال من الإيمان في الأول والكفر في الثاني بل باعتبار ما سبق أزلا في علمه تعالى. فس هل يك لا سعادة إنسان خوشبخت شقاوة إنسان بدبخت باعتبار وصف نيك لزمان حال دا بيورا وستاوى كأو وصفية لإنسان خوشبخت كذا إيمانه لإنسان بدبخت كذا كفرة باعتبار سعادة سعادة شقاوة باعتبار وصف نيك إستاب إنسانك ورا وستابه بلكو سعادة خوش بختي هر إنسانك باعتبار شتيكك لا أزل دا لعلم خداي دا تي طريوة وانيا سعادة خوش بختي هر إنسانك باعتبار شتيكك لعلم خداي دا نسرا وثابت بوا. وقوله ثم لم ينتقل أي لم يتحول كل واحد من السعيد والشقي عما سبق أزلا في علمه تعالى فالسعيد لا ينقلب شقيا وبالعكس. هل يك لإنساني سعادة مندو إنساني شقي وانيا تحول فيداناك لو اشتيك لأزل دا لعلم خداي دا وفيش كمتوه. فالإنساني سعادة مند ناقرد بشقي وبالعكس إنساني شقي ناقرد بسعادة مند. وإلا لزم انقلاب العلم جهلا وإلا لازم ديت أجا إنسانك كالعلم خداي دا بسعيد نسراوة أجا بقرب شقي لازم ديت كعلم خداي تبديل به بجهل وهو بديهي الاستحالة تبديل بون علم خداش بجهل شتيك كمحالبون في بديهية. فالسعادة والشقاوة مقدرتان في الأزل لا يتغيران ولا يتبدلان. فالسعادة شقاوة لا أزل دا تقدير كراون والناقورين عوز نابن عوز نابن بو عوز نابن لأن السعادة هي الموت على الإيمان باعتبار تعلق علم الله أزلا بذلك. شن سعادة مردني إنسان لسر إيمان بو اعتبارك لا أزل دا علم خداي متعلق بو بيت بمردني إنسانك لسر إيمان دي وقتك لأزل دا علم خداي متعلق بو وذا مردني أو إنسانا لسر إيمان فذو إنسانا هل لسر إيمان دمريتو أقوابت سعادة نابد بشقاوة وانيا أو دفعي والشقاوة هي الموت على الكفر بذلك الاعتبار. شقاوتيش مردني إنسانا لسر كفر بو اعتبارك لأزل دا علم خداي متعلق بيد ومردني إنسانك لسر كفر دي وقتك لأزل دا علم خداي متعلق ومردني إنسانك لسر كفر دي وإنسان هل لسر كفر دمريت فزقوابي شقاوتك ما ببسعادة هل شقاوتك فانيا فالخاتمة تدل على السابقة فالخاتمة دلالة لسر سابقة دك فانيا مردني إنسان لسر إيمان ونكا وخاتمة كيتي دلالة دكا لسر ويكا لأزل دا لعلم خداي دا ونسرا وكا إنسانا لسر إيمان ونيا مردني إنسان لسر كفر دلالة دكا لسر ويكا لأزل دا لعلم خداي دا ونسرا وكا إنسانا لسر كفر ونيا فإن ختم له بالإيمان دل على أنه في الأزل كان من السعداء وإن تقدمه كفر. وإن ختم له بالكفر دل على أنه في الأزل كان من الأشقياء وإن تقدمه إيمان. أجل إنسانك خاتمة بهندريت وإنسانك بإيمان يعني بإيمانه وبمريت
او الدلالات دكا لسلويك اللي ازل ده او انساني لسعادة من لكان بوا هل تن كفري كيج وفيج ايمانك ايوي كوتبه هل تن لفيج اوي بايمان او بمريد كافر بو بيه بلا ما دام بايمان او عمري او انسان خاتمه في هندره او بايمان او مر او الدلالات دكا لسلويك اللي ازل ده لسعادة من لكان بوا اقريش عمري او انسانا خاتمة بهندريت بعمري او انسانا بكفر بكفر بمريت او الدلالة دكا لسراويك دا ازل داو انسانا لبدبخت كان بوا شن بكفر او مردوا هل تن ايمانك جوا فيش كفرك كوتبت فيش ايمان دار بوغد بلان مادام بكفر او مرد ديارة لازل دا لشقية كان بوا هر وكو شون حديثة بخاري مسلم دلالة دكا لسر او قصيك كردونا كما يدل له حديث الصحيحين هر وكو حديث بخاري مسلم دلالة دكا لسر او قصيك لفيش اكسونا حديث فجأة ويدا فرميت تغمبر دا فرمي إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وانيا في غمبر ده فرميت براستي يقض لأيوة برفتار أهل بهج عمل أنجام دادات تا اوجي كلبيني ويو برفتار اهل جهنم عمل ذكاء تا اويك لبيني ويو لبيني جهنم دا فقد يقرز دميني سوا جا تقديري خداي وفيش او انسان ذكاوت او انسان عمل ذكاء برفتار اهل بهج جا داخلي بهج دمي تقديري خداي تقديري ازلي خداي لا ازل دا تقديري كردو انسان تيتا بهج بويا تقديري أزلي خداي وفجأة إنسانة دكويتها كتا إستا حر خريكي قناه بوا تقديري أزلي خداي وفجأة إنسانة دكويتها جاو إنسانة عمل ذكا بعمل أهل بهج جا داخلي بهج دي وبراسي يكب لأيوة بعمل أهل بهج عمل أنجام دادا تا أو جيك لبيني ولبيني بهج دا فقد يقز بميني نيو متر جا أو وقت تقديري أزلي خداي وفج أو إنسانة دكيت كتا إستاهر كالي باشي كردوا تقديري أزلي وفج أو إنسانة دكيتوا جاءوا إنسانة عمل دكا بعمل أهل جهنم جاء وقت داخل جهنم دك وانيا حافظ الإشارة بو حديثي دكا كدا فمت شن حسن عاقبة نبرندي وزاهدي أن به ككارخيش بعناية درها كنن وانيا حسن عاقبة با با عابدي وبزاني دينية وانيا دبيني كثيك تا استهل خريكي كاري تاك وبلا تقديري ازلي لتروي بكفرة ودمري بكفرة ودمري كفرة بذكات وبكفرة ودمري كاري توا جا وخوف العامة من الخاتمة وخوف الخاصة من السابقة وهو اشد وان تلازما خوفي عوام لخاتمية لا عاقبة عاقبة ينتي بيدي بلان ترسي خواز لسابقية كلا لا أزل دات يامبو نخراوة كأو ترسش ترسيكي شديد ترا وانيا شنو دزانيت هرچي لا أزل دات نخراوية هر اويا ناقوري هرچن او دو ترسانة متلازمي يكترن وانيا خاتمة وسابقش متلازمي يكترا وانيا لا أزل دا سنس رابط عاقبتش هر أودا دي هر چند خاتمة وسابقة تلازم يعني هيدا قول يكتر خاتمة وسابقة تلازم يعني هذا ما ذهب إليه الأشاعرة تائرة أو قصي قصي بوك أشعرية كان ولا يروشتونا بلان ما تريد يكان دلانتي ما تريد يكان دين سعادة الشقاوة بجورك دي تعريف دكان دلان سعادة او صفته كإنسان لزمان حال دا هايتي شقه وكيج او كفره كإنسانك لزمان حال دا هايتي وانيا
وذهب الماتريدية إلى أن السعادة هي الإيمان في الحال والشخاوة هي الكفر كذلك. ماتريدية بلا أورشتنا كسعادة إيمان إنسانك إلى زمان حاضر، شقاوة إيمان إنسانك إلى زمان كفر إنسانك إلى زمان حاضر. فالسعيد هو المؤمن في الحال، وإذا كان فالسعيد كسك كلا زمان حاضر إيمان دار بيت. ونيا فالسعيد هو المؤمن في الحال، وإذا مات على الكفر فقد انقلب شقيا بعد أن كان سعيدا. سعيد كسك كلا زمان حاضر إيمان دار بيت، هل زمانك أو إنسانا سعيدة لسر كفر مر، أو إنسانا إيمان دار لسر كفر مر، أو إنسانا سعيدة كعوز بو بشقي لدواي أوي كفيش سعيد بو. والشقي هو الكافر في الحال، وإذا مات على الإيمان فقد انقلب سعيدا بعد أن كان شقيا. إنساني شقيش كسك كلا زمان حاضر كافرة، هل زمانك أو كافرين لسر إيمان من أو إنسان شقيك جراوة بسعيد لدواي أو كفيش شقيب. فذلك ما تريد يتان ذكر السعيد ببيت الشقي، يا إنساني شقي بقرأ بسعيد، ولكن أشعري يتان ما ذكر. فجاء شفائدة شنتيجيك مترتب دبلتر أو اختلافك لبين أشاعر وما تريد يذهبوا، ويترتب على الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية أنه يصح أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله على قول الأشاعرة، وأنه لا يصح ذلك على الثاني. مترتب دبيل سر اختلافك كلبين أشاعرة وماتريدية داهية شو مترتب دبيل؟ أو مترتب دبيل كام بناء سر قول أشاعرة صحيحة أتبغي أنا مؤمن إن شاء الله، بلان بنالة القول دوام كقول ما تريديا صحيح نية بغي أنا مؤمن إن شاء الله. ونيا بوتي شنسو لو حالة ذاك دلي أنا مؤمن إيمان داري دي، بوتي دلي أنا مؤمن إن شاء الله. ونيا بلان لكن قول أشعري كان درست دلي أنا مؤمن إن شاء الله، أما المؤمن أخذ ويستبيتي دا أزل دا. ونيا اگر خدا ویستبیتی دا ازل دا امن ایمان دارم حالی بیشنه البته زور رکیشی نیا انا مؤمنون انا سعیدون هشتا کدوی تا اندازه ایک اشکرابو ولی زور رکیشی نیا او اختلافی اشعری کان لباری انا مؤمنون انشاء الله دا اختلافی اشعری کان و ما تریدی کان زور رکی با مسئله نیا باسم نذكر جاء الان بس دقيقتين والله منظور ما اول ليره زوري مساله كرفتيني بو قصيره انا مؤمن ان شاء الله زوري رفتيني بو كاتو سعاده الشقاوه شلون تعريف تلبي وليا كم اجرافتيها شن اتو كدلي امن اتو لحالك اذا كيمان داري دلي انا مؤمن ان شاء الله انا سعيد البته انا سعيد ان شاء الله بنا بقسم ما تريد كان ان شاء الله نابي بلا سعيد دي وانا ايمان داري الى زمان حاضر بلا بنا بقسم اشعري كان سعيد بون بودك تريك انسان لا اخر عمر دا بايمان او بمريت وانا دي خلتنا زي الى اخر عمر دا بايمان او دمري بو دلي ان شاء الله فالسعيدوني دا بكتبه هر بخوش و بجای مؤمنون سعیدون بلن سعیدون بنوستن لسری که اول سعیدون ده بلن جا وقتی ربطی ده بلن مؤمنون اون ده ربطی نیا بلن لباری او مسئله ده که درست بلن انا مؤمنون انشاء الله لکن اشعریتان دلن درست لسن ما تریدیتان خطوی انا درست نیا بخوی تفصیلی دادت کمیک ولی لوسیله در جانتر تفسیری دارم اولا تفسیله که خوی بخینیم و حکا بعضهم فی ذالک خلافا على غیر هذا الوجه بعض لعلماء لو باریده که انا مؤمن انشاء الله بلی درسته یا نا
اختلافك بعض العلماء اختلافك لو باريد حكايات في الدولة غيري أو شيء في شيء وانيا بو شون اختلافك عن حكايات في الدولة حيث قال جوزه الشافعي ومنعه مالك وأبو حنيفة وقال بعض أتباع مالك بوجوبه أو بعض عالم يكتويتي إمام الشافعي قولكي إجازة أو بجائز دانيوة بلا مالك أبو حنيفة قولكي منع كردوا أنا مؤمن إن شاء الله بوي بعضك لشاقر دكاني إمام مالك إش قولي عن كردوا واجبوني أو قصيا في أنا واجب بوي إن شاء الله واجب بوي أنا مؤمن إن شاء الله حالي بيتونا أوش بعض العلماء اختلافك يعني بوجرة بس كردو بلا محل اختلافك زمانك كأتو قصتي شق يا قصتي تبرك النبي أو وقتي أو اختلافها هيا بلا أجا قصتي شكت أجا شكت هبو لإيمانك يخد أبويا وأدكوت أو با اتفاق جائزنيا أجا ليش بقصتي تبرك باتفاق جائزة فنيا محل اختلاف زمانك كأتو شكد إرادة نكر بيت بقصني أو جملة شك هبون لإيماني خودا يعني بو جملة تبركت إرادة نكر بيت تبرك ورقري بنيوي خداي ونيا وذلك إن لم يرد الشك أو التبرك أو اختلافيا لبين إمام كان دار زمانك كالشك بوصلي كفني جملة شك يا تبرك ورقري إرادة نكر بيت أدي أجر شك إرادة كرابية تبرك وإلا امتنع في الأول إجماعا وإلا أجبك فني جملة كان شك هبون لإيمان لا إرادة كرابية أو فني جملة كان ممنوعة بإجماع لو يدومج دا كتبرك إرادة كرابية أو فني جملة جائزة بإجماع دوبارة حبيبي يا شنا جاء بنظم شندر هنا وقد نظم بعض الأفاضل حاصل هذا بعض العالم جورا كان حاصل أو اختلافين بنظم در هنا وحاصل أو بحثا جاء أو تنبيت شعري كتوى من قال إني مؤمن يمنع من مقاله إن شاء ربي يا فطن وذال مالك وبعض تابعيه يوجب أن يقول هذا يا نبي ومثل ما لمالك للحنفي والشافعي جوز هذا فعرفي والشافعي جوز هذا فعرفي وامنعه إجماعا إذا أراد به الشك في إيمانه يا منتبه كعدم المنع إذا به يراد تبرك بذكر خالق العباد فالخلف حيث لم يرد شكا ولا تبركا فكن بذا محتفلا أو كسيك بلت أمن إيمان دارم أو كسيك بلت أمن إيمان دارم لو كسيخوي منع ذكرت كبلت إن شاء الله لو كسي منع ذكرت أي إنسان يزيرك جاء وذال مالك أو حكمك كإمام مالك داويتي وانيا بلان بعضك لشاقر دكان إمام مالك بواجبي أن قراندوا كإنسان إيمان دارك إن شاء الله بغيت أي إنساني شريف وبريت بعضك لشاقر دكان إمام مالك بواجبي أن قراندوا كإنسان إيمان دارك أو إن شاء الله بغيت وانيا جاء ومثل ما لمالك للحنفي مثل أو حكمه تبو إمام مالك بو إمامي أبو حنيفة شهية يعني هروك شون إمام مالك إن شاء الله منع ذكر أبو حنيفة إن شاء الله منع ذكر بل إمام الشافعي أو إن شاء الله بجائز ظاني وجاءته قولكان بناسا أتو بإجماع إن شاء الله منعك بإجماع إن شاء الله منعك زمانك كإنسان إيمان دارك
با بو قوليا شك هبون لإيماني خويدا إرادة كردبيت أي إنساني جيرو تيجيشتو آقادار زمانك إنسانك بو قولي خوي شك هبون لإيماني خويدا إرادة كردبيت أتو قولك بإجماع منعك وانيا هل وكشون كعدم المنع إذا به يراد تبرك هل وكشون بإجماعيش منع ناكرت قولك زمانك كبو قولي تبرك إرادة كرابيت تبرك ورقتن إرادة كرابيت بذكر نيوي خالقي عبدك أو وقتيش إجماع هيك منع ناكرت قولك فاز اختلاف زمانك كا أو إنسانيا شكي إرادة نكربت شك هبون لإيمانك إيدا ين تبرك إرادة نكربت اختلاف أو وقتيا اختلاف إمامك بلام أجل بوسيلي أو جملة شك هبون لإيمانك إيدا بقينيت أو ممنوع قولك بلد وانيا أجل شك هبون لإيمانك إيدا إرادة كاد بوسيلي أو قولية ممنوع قولك بلد بإجماع أجلش بو قولية تبرك إرادة كاد أو وقتي ممنوع نية بإجماع أو وقتي درست بإجماع هذ أتو جشن بقرا بو توزيحيك داوم بوتو وبالجملة فالخلاف بين الأشاعرة والماتريدية لفظي لأنهم اختلفوا في المراد من لفظ السعادة ولفظ الشقاوة مع الاتفاق في الأحكام بخلاصي اختلافي بين أشعرية كان وماتريدية كان لفظية يعني أو كأشعرية كان دلين سعيد ناقرب شقي شقي ناقرب سعيد بل ماتريدية كان دلين سعادة تبديل دلية بشقاوة وانيا برعكسيش أو اختلافي كي لفظية بو شن أوان للمرادي لا لو معنايك مرادة للفظ سعادة ولفظ شقاوة دا اختلاف ينهيها يعني شن سعادة وشقاوة يعني دو جوري مختلف تعريف كردو بو اختلاف ينهيها بلا دا قلويك اتفاق ينهي دا احكام دا يعني ما تريديش دلن بنا بتعريفي أشاعرة سعيد ناقرة بشقي وشقي ناقرة بسعيد يعني لولا أشاعرش قبول يعني بنا بتعريفي ما تريديتان إنسان سعيد دقريبا شقي وإنسان شقيش دقريبا سعيد فانيا جاء لباري أولا كأنا مؤمن إن شاء الله دروس بيانا لا وسيلة دعو توزيحي دابو نصيبو بعض ذيك منعيا كردوا أنا مؤمن إن شاء الله بليك وأبو حنيفة أصحابي أبو حنيفة منعيا كردوا و إمام مالكش وكلي ركحي فانيا أنا مؤمن إني مؤمن إن شاء الله منع كردوا ولي أويك زور قطعي بيت أبو حنيفة وشاقرداني أبو حنيفة كمنع ين كردوا لعقائد زوا دولت بوسيج منع ين كردوا كتو يانا تنكو يان كسيكي كدولت أنا مؤمن إن شاء الله يعني بوية أو جملة يدرد شن شكي هيدا إيماني خويدا لحالي حاضر دا يعني شكي هيدا لإيماني خويدا آيان دا كآية إيمان دار دا بيلا آيان دا ينا يعني بخاطري أدبا دولا أنا مؤمن إن شاء الله يعني بخاطري أدبا رعايتي أدب يا بخاطري تبرغ ورغتن بني خدايا يا بخاطري أوشتيا بخاطري أويكا خوي بخاطري اوه خوي بري كرد بل لويكا نفسي خوي بچاك بزاني دلي امن مؤمنم دلان اوش هنالي خوم نيا خداوي شتويتي وانيا بخاطري يكد لو دليلانيا لباشا اقل بخاطري اوه بيت شن شكت هيا الان لإيماني خود دابوية او قولي دلي او كفرة وانيا اقلش نا لعند دانا لعند كفر نيا وانيا بلان اقل بخاطري او قولك بليك لآيان دادا شكت هيا لإيماني خود لآيان دادا وانيا يا بخاطري اويك شن عاقبة مجهولة وانيا حتى الآن اتمنانت هيا بإيماني خود
ولی شکت هیا ل ایمان دار بومی خود دارند دار یا ل برای کارعاتی ادب دکی بیا جمله کدای یا ل بر تبرک یا ل برای تبری خود برید دکی ل تفکیه نفس فلا تزکو انفسکم اگر ل بر آوانش او کفر نیا بلند شن کو شکی ضعیف دگینه وقتی دلی آن مؤمن ان شاء الله شکی ضعیف دگینه ل ایمان دار و دگینه شکی ضعیف تهبی لا إيمان الدا، بو يدي سمنا ينكرد، ولكن كفرني ها، يعني ولتشن شكك ضعيف دقينت أو جملة، وهذا جين الشكك ضعيف لا إيمانك الدا هذي، بو يدي سمنا ينكرده، أو أبو حنيفة وشاقرداني أبو حنيفة، بلام جماعتك ديك غير زوانا بجائز أنزانيوا، جماعتك ديك غير زوانا بجائز أنزانيوا لأكثر السلف و لصحابه وتابعين ما بعد تابعين شو نقل كراوة كأنا مؤمن إن شاء الله جائزة لأكثر سلف ونقل كراوة لفقهاء الشافعي ومالكي وحنبلي نقل بوا لمتكلمين أشاعرة نقل بوا ونيا أو اللي يدعى وباخي قدف على وسيلنا او باسي سعادة وشقاوة باسي كسب بروين الله يوزده صفحة يعني دو صفحة دو صفحة باسي خوكا عبد خلقي بدزني فقط كسبي بدزت باسي ويدك ولی معتزله کتی آنها کسب خلقیشی بدسته جبریش کتی آنها خلقی بدست نیو کسبیشی بدست نیه ردی آن دو آن دکتر او مگزاین همینه چند سال قبل الکلامو فی الکسبی بحث لذاری کسب عبد دا و عندنا للعبد كسب كلف ولم يكن مؤثرا فلتعرف اول بيت كما عرفت نوى للاي اما كاهل السنه جماعه عبد كسبك هيا بسبب او كسبج مكلف ذكره والا هو خلقي بدرنيه بسبب او كسب اختيارك هيتي مكلف ذكره وعبد مؤثر نابت مؤثر نبوه خالق نبوة بنيان يعني أقوى المكلف بكسب نعم بسبب كسب اختيارك كهنا مكلف بأحكام دين لك مكلف بكسب ولم يكن مؤثرا فلتعرف وعبد مؤثر خالق نبوة هجوقته فزأتو أو بناسا بنيان شو أو كدلد عبد كسبي هيا كسب اختياري هيا أو ردي فرقة جبرية أو كذلك عبد مؤثر خالقني أو رد معتزلة ومية قوله وعندنا إلى آخره شو عندنا ظرفا ده بتعلق ببسطر ومية للعبد خبر مقدمة كسب مبتدا ومية كسب للعبد يعني كسب ثابت للعبد عندنا كسب المبتدايا ثابت للعبدي خبر كيتي عندنا تعلق بسيط ثابتنا محذوفك حريبون سنة أو تركيب كيتي كالآن بخوي ديغة الظرف متعلق بالنسبة بين المبتدأ وهو كسب والخبر وهو الجار والمجرور عندنا كزرفة تعلق بسيط بنسبتك كلبين مبتدا خبر داها مبتداك كسبنا خبركش للعبدية جار مجرورك ونيا نسبتك كلبين مبتدا وخبر داهيا همان ثابت متعلق محذوفك عندنا تعلق بي ودبستير زميلي عندنا وكيدا قرتوا والضمير في عندنا لأهل السنة والحق بخلاف الجبرية والمعتزلة المردود عليهما فيما سيأتي زميلي عندنا بو أهل السنة بو أهل حق قرتوا بلان بخلاف فرقي جبرية وفرقي معتزلة
تردد ريتا ولا سريا لو بحثي ذاك بزويدية ونيا زميرك قوان ناقرته وقد أشار المصنف في المتن إلى أن في هذه المسألة ثلاثة مذاهب مصنف لمتن دا إشاري كردو وقولي أويك لو مسألة دا كمسألة خلق أعمال لو مسألة دا في مذهبها ونيا أربطة لا عقائد جدا خندون ايديك افعالي اختياري افعالي غير اختياري خدي عبدك وانيا اوسشتن هيا خدي عبدك وافعالي غير اختياري اتفاق هيا لسريك خدا خلقيدك بلان افعالي اختياري عبدك اختلاف هيا لسري افعالي اختياري عبدك مذهب هي لباري خلق أعمال دا. مذهب أهل السنة وهو أنه ليس للعبد في أفعاله الإختيارية إلا الكسب فليس مجبورا كما تقول الجبرية وليس خالقا لها كما تقول المعتزلة يكيك لو سي مذهبانا مذهب أهل السنة مذهب وانج أوي كعبد لا أفعال إختيارية كي خويدا فقد كسبها يا فقط كسب اختياري هيا فس اقوابت عبد مجبور نيا لأفعال اختياري خويدا وكو جبرية دلن مجبورة وعبد خالقي أفعال تجنية وكو معتزلة دلن او مذهب اهل السنة ومذهب الجبرية مذهبك مذهب جبرية مذهب جبرية شونا وهو ان العبد ليس له كسب بل هو مجبور أي مقهور كالريشة المعلقة في الهواء تقلبها الرياح كيف شاءت مذهب جبرية جوية كعبد هيش كسب اختيار في شينية بلك مجبورة يعني مسخر كراوة وكو طريكيك معلق بالهواء ده بايكانش ديبا لجيكي وبوجيكي ديكا هل جوريكي كبا كان بيانها ضرر وكو أو هري وايكا معلقة لها وايدا ومذهب المعتزلة مذهب فيج مذهب معتزلة مذهب معتزلة هنا وهو أن العبد خالق لأفعاله الاختيارية بقدرة خلقها الله فيه مذهب معتزلة أويكا ضرر العبد خالق أفعال اختيارية كيخويتي خلق أفعال إختيارك خوي دكات بوسيلة قدرتك كخدا أو قدرتي لعبدك دا خلق كردوا جاتشون كودالين عبد بوسيلة قدرتك كخدا بوي خلق كردوا أفعال إختيار خوي خلق دكات بوي كاثر نابد ولقولهم بقدرة خلقها الله فيه لم يكفروا على الأصح بنا لسر قول أصح شن معتزلا قولي أن كردوا با قدرتك خدا أو قدرتي لعبدك دا خلق كردوا يعني شنكو دلن خدا قدرتي خلقي أفعالي بعبدك داوا بويا معتزلة كافر نابن بنا لسالقول أصح فالجبرية أفرت والمعتزلة فرت وتوسط أهل السنة وخير الأمور أوسطها فالجبريان إفراتي عن كردوا معتزلة تفريق عن كردوا بل أهل السنة لو صدى قرار عن كردوا وباشتريني أموريش وسطكيانا فخرج مذهبهم من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشارب قد مذهب أهل السنة لبين بيساي ولبين خيندا ودرك بعنوان شيريكي خالص كقوارايب أو كرسانك بيخونا ونيا أو سي مذهبك جاء بيت إشكالك بازدك إشكالك جاء أويا إشكالك أويا دلي خو ثابت بوا وارد بوني دو علت وصل معلولك واحد بطالة ونيا دي أتو وقتك دلي
ذلي أو كارم مخلوق خدايا ومكسوب عبدك يا هذياني كارك لا تحتي دو قدرة دايا وانيا مخلوق عبده مخلوق خدايا ومكسوب عبده هذياني يك مقدور لا تحتي دو قدرة دايا بخواردوني دو علة وتر معلولك واحد بطعو أو إشكال دقريت جا شارح جواب لذاته فإن قيل قد قام البرهان على وجوب استقلاله تعالى بالأفعال والمقدور الواحد لا يدخل تحت قدرتين كما يستلزمه إثباتكم للعبد كسبا أجر بكترت أجر بلن بابا برهان الدليل إقامة ولسر أويك واجب خدا مستقل بيت لكاركان خويدا ويك مقدوري واحد داخلنا بلا جردو قدرتان دا هر وكوشون او كأنقوب وعبد كسب إثبات كردوان مستلزمي وإذا بيتك مستلزمي دخولي يخشد دبل لا لتحتي دو قدرت دا وانيا او ثابت بوا كمقدوري واحد داخلنا بلا تحتي دو قدرت دا لجردو قدرت دا هر وكوشون مستلزمي دخولي تحت قدرتين دبيت مستلزمي ويدبيت كيكشد داخل بين جردو قدرت دا سشتيب مستلزمي ويدبيت او كأنقوب عبد كسبو إثبات كردوها ما دام عبد كسبي بدز بيتو خداش خلقي بدز بيت وانيا عبد كسبي كاركي بدزتا وخدا خلقي كاركي بدزتا فزقوا عبد يكار كوتو تجير دستي دو قدرت وانيا اوش بطالة أو كدو علة وصر معلولك واحد داخل بذن أو بطالة دي أمل شان جواب دينه أجيب بأنه لما ثبت بالبرهان أن الخالق هو الله سبحانه وتعالى وبالضرورة أن لقدرة العبد مدخلا في بعض الأفعال كحركة البطش دون البعض كحركة الارتعاش احتجنا في التخلص عن هذا المضيق بأن الله خالق للفعل لكن للعبد في الاختيار منه كسب والمقدور الواحد يدخل تحت قدرتين بجهتين مختلفتين جواب ذلك ولو اعتراض زي فيشين بوكبابا لو اختك ذاك ببرهان ثابت بوك خالق فقط خدايا وببداهة ثابت بوك قدرة عبدش دخالتها إلى بعض كاريك داوك وحركي قرتني شتك بمحكمي بلان لبعض كاريك دي كجدا قدرة عبد دخالتني وكو حركي لذيني دخب باختيار واني وقتك او دوشتانا ثابت بون اما احتياجين فيدا كرد لخلاص بون لو تنقنا يدا احتياجين فيدا كرد لخلاص بون لو تنقنا يدا احتياجين فيدا كرد بويك بلان خدا خالقي كاركيا بلان عبدش لو لقسم اختياري لكاردا كسبك هيا في الاختياري منه زميل منه بو فعل دقرته بو كار لقسم اختياري لكاردا عبدش كسب اختيارك هيا مجبور بنوا بلين دي بلين خدا خلقي كاركي بدستا عبدش كسبي بدستا ديخو يقدان مقدوري واحد يقدان فعلك مقدوري واحد داخل ذلك لجرد قدرة دا بدو جهة مختلفة ثانيا فيدخل تحت قدرة الله تعالى بجهة الخلق وتحت قدرة العبد بجهة الكسب لجهة خلق كاركا مقدوري خدايا لجهة كسب شو مقدوري عبدك يعني خدا قدرتي خوي ظل ذكا بسر كاركا دابويك خلقي كاركا بكات عبدش قدرتي خوي متوجي كارك هذا كذوي ككسبي كارك أبكى يخو أول مشكلة كنيه ونيا في عبد كسبي هيا آية عبد منزول لعبد فقد إنسان وجن يا منزول لعبد هل مخلوق يتكفى عليك اختياري لي صادر دقيه قوله للعبد المراد به معنى دوان دوان منزولا المراد به كل مخلوق يصدر عنه فعل اختياري مراد لعبد هر مخلوق ككارك اختياري لوي صادر بيت چه انسان و جن بيت چه غير انسان و جن بيت وانيا
موجوده کی دیکه که فرض که کولاکه که بنالمه داره کی که بروات ونیا اختیاری خدا پیدا و که بروات قال المصنف فيشمل حنين الجذع بالمقدور ومشي الشجر وتسبيح الحصى انتهى مصنف فرميتي فرض اجا مراد بعبد هر مخلوق البيت ككارك اختياري لوي صادر ببيت قرد اجواب كلمة عبد ونيا كوالاكش دقريتوا تنهي درفتي دقريتوا كبنا علينيت ونيا بنا علينيت بسبب بشيويتي مقدور ونيا بسبب بشيويتي مقدور ك كخدا توانايي پیدا بي ونيا يعني روشتني دار درختك دقريتوا عبد كاو درختا بروات يعني سنگريزا وركبر ديك دقريتوا ك سبحان الله ك عبد كلمة عبد أيش دقريتوا ونيا شن كتيم مقصود لعبد هر مخلوق ككارك اختياري للي صادر ببيت منزول لعبد فقد إنسانية بل وهذا يقتضي أن مثل ذلك من محل الخلاف فلينظر بل أو قصيك مصنف كتويتي عبد معناك عامي هيا درخت نظام وركبرد أو نجد قريتا وكلمة عبد أو قصي مصنف تقاضي ويدكات كان مثل أو شتانك باكرا وركبرد درخت أو أنا أوج محل اختلاف به جابا دقتي كدا بكري ونيا دقتي كدا بكري كأوج أويا معلوم نية شاد أوج كتواني داخلي كي بوي أوج دكري كسبيها بيت ونيا دشكري كسبي نبي ونيا يعني شتكي قطعي نية كتواني قصيدة كي بوي آية أو درختك باحترامي پیغمبر درویشت یا اول کبرده لنیو دستی پیغمبر در سبحان الله ایده کرد آیا اول با کسب و اختیار بوا خدا کسب و اختیاری پیدا و یا کسب و اختیاری نبوا قطعی نیا ونیا دیارا او روشتنه که دارکه کردویتی هر وکو چون روشتنی انسان خدا خلقی دکا روشتنی دارکش خدا خلقی کردوا بلام آیا هر وکو چون انسان کدروار کسب و اختیاری که هیل روشن قیدا آیا خداش که روشتنی با دارک خلق کرد کسب و اختیاری که با دارک دابو یا نه و مشخص نیه و نیه ممکنه او جوابید او اشتازه وقتی کسب و اختیاری دلین هیا ممکنه شوانه بی حب اجبار خدا دارکی با حرکت دلین هیا ونیا با اجبار خدا خلقی مشی کردو بو دارکا دارکا هیچ کس رو اختیاری کی نبو